أهلا بكم. نخصص حلقتنا الاستثنائية الرابعة الأخيرة من أعرف عدوك لنتحدث أكثر عن اللوبي الصهيوني. لن ندخل في تفاصيل دقيقة لضيق الوقت، ولكن سنتعرف إلى هذا اللوبي الذي يدير العالم. لابد في تعريفنا للوبي الصهيوني أن نتوقف قليلا عند معنى الكلمة. ففي المفهوم السياسي، لوبي هو عبارة عن جماعة ضغط سياسي واقتصادي واجتماعي وإعلامي تكونت بفعل ظروف خاصة للتأثير على مواقف خاصة وتقديم الدعم المادي والمعنوي والفكري لجهة هي بحاجة إلى ذلك، وفي حالة إسرائيل طبعا الجهة هي كيان الاحتلال. فتعمل هذه المجموعات بطريقة منظمة للوصول إلى أهداف ومصالح بعيدة المدى عن طريق ممارسة ضغط كبير وممنهج قصير المدى على صناع القرار. يعمل اللوبي في البلد الذي يقطن فيه على المستويات كافة وفق خطة دقيقة ومحكمة وعبر تخطيط شامل أسلوبا ومنهجا. الولايات المتحدة الأمريكية هي معقل اللوبي الصهيوني رغم وجود أكثر من لوبي فيها هذا البلد، إلا أن اللوبي الصهيوني تحديدا يمكن وصفه بدولة داخل دولة، والإدارة الأمريكية داعمة له بشكل كبير. في التقرير التالي ملخص بسيط عن عمل اللوبي الصهيوني في أمريكا، لنتحدث بعدها عن أبرز اللوبيات التقليدية والفاعلة جدا وهي إيباك، وأبرز اللوبيات الحديثة وهي جي ستريت وجي كول الأوروبية. ولدت جي ستريت بعد اجتماعات متواصلة في أواخر عام 2006 حضرها ناشطون يهود بهدف دمج منظمات تقدمية في هيئة جامعة أكثر نفوذا وتأثيرا. وقد انبثقت عن هذه المحادثات مجموعة جي ستريت تيمنا باسم الشارع الغائب من شبكة الطرقات في واشنطن، وذلك في إشارة إلى صوت غائب عن النقاشات حول السياسات في واشنطن. جي ستريت تتكون في الأساس من اليهود، إلا أنها ترحب أيضا بعضوية غير اليهود. هي مجموعة ضغط أمريكية مساندة لإسرائيل تنشط في الولايات المتحدة وإسرائيل، وتتبنى فكرة إنهاء النزاع العربي الإسرائيلي بالطرق الدبلوماسية والسلمية. وقد أعلنت أنها تعمل على تدعيم اتجاه جديد للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط لإيجاد حلول دبلوماسية بديلة عن الحلول العسكرية، واتباع النهج الثنائي بدلا من النهج الفردي، والحوار بدلا من المواجهة مع دعم دولي واسع. بحسب جي ستريت، فإن لجنة العمل السياسي الخاصة بها هي لجنة العمل الفيدرالي السياسي الأولى والوحيدة، والتي تهدف إلى إظهار مغزى الدعم السياسي والمالي لمرشحي المناصب الفيدرالية من أعداد كبيرة من الأمريكيين المؤمنين بالاتجاه الجديد للسياسة الأمريكية، مما يدعم المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ويعزز الأمن والسلام الحقيقي لإسرائيل والمنطقة. أما في السياسة وفي ملف الصراع العربي الإسرائيلي تحديدا، فتؤيد جي ستريت إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة كجزء من حل يجري التوصل إليه عن طريق التفاوض بإقامة دولتين، وذلك بالاستناد إلى حدود عام 67. وفي إطار صراع اللوبيات الإسرائيلية، تحاول جي ستريت من خلال مواقفها تحدي إيباك ومعارضة توجهاتها العسكرية في محاولة تنافسية لاستقطاب الدعم المعنوي العالمي. إيباك هي أهم اللوبيات الصهيونية إذ تمسك بخناق الكونغرس الأمريكي، فلنتابع التقرير التالي عن إيباك. هي لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إيباك، وأبرز مكونات اللوبي الصهيوني اليميني التقليدي، التي تعتبر بحسب موسوعة ويكيبيديا أقوى جمعيات الضغط على أعضاء الكونغرس الأمريكي، وهدفها تحقيق الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني. لا يقتصر أعضاءها على اليهود، بل يوجد فيها أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون. تأسست إيباك عام 51 في عهد الرئيس آيزنهاور، واستطاعت في عام 67 فرض نفسها لاعبا أساسيا في الحياة السياسية الأمريكية، بالتزامن مع فرض إسرائيل نفسها ميدانيا في الشرق الأوسط بعد انتصارها الكاسح على الجيوش العربية. لم تواجه إيباك صعوبات تذكر، وسرعان ما استطاعت خرق الساحة السياسية الأمريكية وصولا إلى إقناع الطبقة السياسية فيها أن إسرائيل خير حليف لأمريكا في المنطقة. في الثمانينيات تطورت إيباك بسرعة قياسية، فارتفع عدد أعضائها من 8000 إلى 50000 عضو بين عامي 81 و93، وزادت ميزانيتها السنوية من $1 مليون إلى $15 مليون في الفترة نفسها،
ويقال أن إيباك لعبت دوراً كبيراً في الثمانينيات في إقناع أعضاء الكونغرس في الموافقة على مساعدة سنوية لإسرائيل قيمتها 3 مليارات دولار، كما دعمت إيباك إنشاء معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى عام 85، وهدفه نشر الأبحاث المؤيدة للموقف الإسرائيلي والداعمة للكيان الغاصب. في التسعينات تحولت إيباك إلى أسطورة جماعات الضغط الأمريكي، فقد بلغت موازنتها في أواخر التسعينات 40 مليون دولار، وضمت في صفوفها 100,000 عضو، وأجرت حوالي 2,000 مقابلة في السنة الواحدة مع أعضاء الكونغرس، وساهمت في إصدار 100 تشريع سنوياً لصالح إسرائيل. وينتشر 300 ناشط في مكاتبها 18 في واشنطن، ويتواصلون بقوة مع وزارة الخارجية والبنتاغون، وينسقون مع مجموعات من لجان العمل السياسي والمتبرعين وذوي النفوذ. وترتبط إيباك ب 31 لجنة عمل سياسي مستقلة تتبرع للمرشحين المؤيدين لإسرائيل، وقدمت هذه اللجان نحو 22 مليون دولار كمساهمات في الحملات الانتخابية الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية. طريقة العمل بهذه الدقة وتنظيمها أشاعت انطباعاً قوياً على أكثر من مستوى في الولايات المتحدة وفي العالم، لأن إيباك قادرة على الحصول على ما تريده. ازدادت قوة إيباك في مرحلة المحافظين الجدد، فقد ربطت نفسها بقوة باليمين الجمهوري والتبشيري المؤيد لإسرائيل وبالرئيس جورج بوش الابن، الذي كان يشاطرها آراءها حول ملف الصراع العربي الإسرائيلي وحول إيران. أما أستاذي العلوم السياسية جون ميرنشماير وستيفن والت فتحدثا في كتابهما المشترك عام 2006 عن دور إيباك في إقناع المحافظين الجدد وعلى رأسهم بوش الابن لشن حرب في العراق بهدف حماية إسرائيل. وجاء في الكتاب: صلب الموضوع هو أن منظمة إيباك عميلة بحكم الأمر الواقع لحكومة أجنبية تحكم قبضتها الخانقة على الكونغرس، والنتيجة هي أنه لا تتم مناقشة السياسة الأمريكية هناك، على الرغم من أنه لتلك السياسة تداعيات مهمة على العالم برمته. موطن جديد برز داخل اللوبي الصهيوني وتجسد بظهور مجموعات تصف نفسها بالتحررية الرافضة للحروب وتأخذ على عاتقها تحدي اللوبي الإسرائيلي اليميني. ومن أبرز هذه الجماعات جي ستريت اللوبي الذي جمع نحو 600,000 دولار لمرشحي الكونغرس المستعدين لمعارضة مواقف الحكومة الإسرائيلية المتشددة. اللوبي الصهيوني بالمعنى الشائع للكلمة هو إطار تنظيمي يعمل داخله عدد من الجمعيات والتنظيمات والهيئات اليهودية والصهيونية تنسق فيما بينها، من أهمها مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى والمؤتمر اليهودي العالمي واللجنة اليهودية الأمريكية والمؤتمر اليهودي الأمريكي والمجلس الاستشاري القومي لعلاقات الجامعة اليهودية، ولكن بالمعنى المحدد هو لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية إيباك. قامت الصهيونية العالمية بتنظيم أعمال اللوبي الصهيوني على نطاق واسع في تنظيمات ومؤسسات سياسية ومالية وإعلامية قائمة في كل ولاية أمريكية، مع تخصيص ميزانية وإدارة قانونية خاصة مستقلة لكل تنظيم على حدة. تعمل جميعها وفق المخطط المرسوم لها والهدف إلى تأييد وتقوية إسرائيل. فاللوبي الصهيوني هو دولة داخل دولة، والدليل تسخير واشنطن مواقفها في مجلس الأمن الدولي والهيئات العامة للأمم المتحدة وغيرها من المستويات لخدمة مصالح إسرائيل. ومن أهم مهام اللوبي الصهيوني هو السيطرة على الإعلام العالمي وتحديداً الأمريكي، فضلاً عن التدخل وتغيير المناهج التعليمية. واللوبي الصهيوني له اليد الطولة أيضاً في الدعم العسكري الأمريكي المتواصل وبسخاء لإسرائيل وفي قرارات الحرب والسلم، فيما قادة اليهود الأمريكيين كثيراً ما يستشيرون المسؤولين الإسرائيليين ليتأكدوا أن تصرفاتهم تعزز الأهداف الإسرائيلية. يتبع اللوبي استراتيجيتين واسعتين، فهو أولاً يقوم باستخدام نفوذه الهام في واشنطن بالضغط على كل من الكونغرس والسلطة التنفيذية واستخدام مساعدين ومؤيدين له داخلهما، وثانياً بذل ما في وسعه ليضمن أن الأحاديث العامة تصور إسرائيل في ضوء إيجابي، فلا يحصل منتقدو إسرائيل على وظائف هامة في السياسة الخارجية خصوصاً.
في الثالث من أيار عام 2010 أعلن في العاصمة البلجيكية بروكسل عن قيام أول تجمع يهودي أوروبي يدعو إلى إنهاء الاحتلال ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين باعتباره خطأ سياسيا وأخلاقيا. وعلى غرار منظمة جي ستريت اليهودية الأمريكية، وقع حوالي 4000 مفكر وعالم وإعلامي يهودي أوروبي نداء العقل الذي حمل اسم جي كول عن المنظمة الجديدة، وضمت قائمة الموقعين على النداء أسماء بارزة من اليهود الأوروبيين. جي كول هي نوع من الظاهرة التي بدأت في عام 2008 وتنادي بالسلام ودعم إسرائيل في الوقت نفسه. وعلى هذا لم يكن صدفة التشابه الواضح بين جي ستريت وجي كول الأوروبية، لأن المنظمتين تنطلقان من هدف واحد، ألا وهو الخوف على دولة الاحتلال وعلى أمنها بعد انسداد أفاق التسوية في المنطقة، ما يعرض إسرائيل لأخطار وجودية، وهو ما يشغل بال الموقعين على الوثيقة. وتريد مجموعة جي كول إنشاء حركة أوروبية قادرة على التأثير على قرارات الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة المتعلقة بالشرق الأوسط، وأن تكون النسخة الأوروبية لحركة جي ستريت الأمريكية مجموعة الضغط التي تكونت لتقديم بديل لليهود الذين لا يجدون أنفسهم في اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة إيباك. والآن ننتقل إلى مقابلة مصورة عن اللوبي الصهيوني أجريناها مع دكتور إياد عبيد. دكتور، هل اللوبي الصهيوني ينحصر فقط في الولايات المتحدة كعمل؟ الحقيقة أن اللوبي الصهيوني لا ينحصر فقط بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الأفعل والأكثر تنظيما والأكثر دقة الولايات المتحدة الأمريكية. كانت أرض خصبة للعمل ومصاد، حتى لا تزال حتى الآن تستقبل مهاجرين كثر. هلأ الولايات المتحدة، الغريب في هذا الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى 1951 حتى 1950 لم تكن تجرؤ على دعم لإسرائيل، وكانت تريد، بالعكس كانت موزونة قياسا في أعمالها تجاه العرب، قياسا إلى فرنسا وقياسا إلى بريطانيا. في بريطانيا وفي فرنسا على سبيل المثال، اليهود أقدم، وهم يهود أشكنازيم، وفي فرنسا يهود أشكنازيم ويهود سفارديم، اليهود الشرقيون واليهود الغربيون، وفي ألمانيا أيضا. لكن في فرنسا على سبيل المثال منظمين، في بريطانيا منظمين. إذا قلنا في فرنسا أن اليهود لا يصلوا إلى أكثر من 1500 ألف ب 1970، اليوم 300 ألف التناقص، كان بالإمكان إحصاء أزيد من 40 جريدة ومجلة يهودية في فرنسا وصهيونية في فرنسا. واليوم يوجد فضائيات صهيونية ويهودية في فرنسا، وفضائيات وأيضا إذاعات فضائية ومنظمين. وعندما نقول جريدة يهودية، أي أنها يعني عندما نقول فبالكريتير بالتدقيق، نقول أنها تكتب من يهود وتوزع إلى جمهور اليهود، مثل الأرش، مثل تريبيون جويف في فرنسا إلى آخره. ولكن نحن هنا نميز، وعندما نقول جريدة صهيونية، فعندما لسيونيست مثلا، الصهيوني إلى آخره، فهي تكتب وتحرر من صهاينة وتوجه إلى جمهور الصهاينة، وهي هكذا نحدد. أما نحن هنا لا نتحدث عن اليهود أو الذين من ديانة يهودية ومتواجدين في معظم الصحف العالمية الأوروبية إلى آخره، هنا لا أتحدث عنهم. وأن كانوا هنا، هؤلاء يشكلون لوبي ضاغط وفي عملية دعم السياسة الخارجية والداخلية والاقتصادية لإسرائيل. ما يعنينا نحن، ما هو اللوبي؟ اللوبي هو التجمع الذي يرعى مصالح فئة محددة من البشر داخل المجتمعات. في الولايات المتحدة الأمريكية الآن أصبحوا 5 ملايين، كانوا حوالي 15 ألف من 100 سنة، الآن 5 ملايين. وبالعكس أن إسرائيل تتنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى يصل عدد اليهود في إسرائيل في الكيان الصهيوني إلى 5 ملايين، وقد وصلت، كان هناك لعبة تنافس. هنا ماذا يعني اللوبي؟ اللوبي يعني هو قوة ضاغطة، قوة ضغط تتشكل لخدمة مجموعات إثنية وعرقية أو دينية، المهم لتنافس لتنافس بقية الإثنيات، وبنفس الوقت أيضا حتى تضمن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والصحية والطبية والتربوية والثقافية في هذا المجتمع. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تسمح بهذا الأمر.
أسرع يعني دعيني نظرا للمساحة الزمنية، يعني عذرا من المستمع أن المساحة الزمنية تتطلب مني هذه السرعة في الحديث حتى أضخ أكبر كمية من المعلومات، فمعذرة من المستمع بهذا الإطار. هنا لابد أن نتحدث أيضا عن أن اتحاد المؤسسات اليوم ما يسمى بالإباك الراعي للمؤسسات الإسرائيلية، هو الاتحاد المؤسسات الأمريكية الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأمريكية، إباك هو أكبر قوة اليوم ضاغطة، لوبي صهيوني كبير هناك، بدأت قوته تتفاعل. انتبهي بعد 73، بعد 75، في زمن كيسنجر كان أول يهودي يصل بشكل كبير وواضح بالسياسة الخارجية بالسياسة الأمريكية، ولكن قوة اللوبي الصهيوني بدأت تتضخم مع مجيء ريغان وبعده كلينتون. كلينتون هو أقوى قوة كانت متحكمين بشكل كبير عند كلينتون، والأسماء اللامعة مارتن أندك الذي جاء مباشرة بعد ذلك عين سفيرا في لدى الكيان الصهيوني، وغيرهم أيضا من المجموعات المشهورة وكذا، كانوا يتحكمون بالمفاصل اليومية لحركة البيت الأبيض وكذلك في حركة الكونغرس. لماذا أعطوا هذا المجال؟ هم الذين أعطوا، هم بمجموعة عندما تدخلوا المحل، لا أحد يعطي أحد، أنت تعمل فتأخذ. هم عندما سيطروا على مرافق اقتصادية ومالية كبيرة وصحفية كبيرة، إذن أنت تتحكم الآن بالمعلومات وبالمال وبسوق المال، عندما تتحكم بهذه الأمور فبالتالي تتنفذ. من لا يحتاج مثلا إلى أمبراطورية موردوخ مثلا الصحفية الذي جاء من أسرائيل فسيطر في الولايات في بريطانيا وبعد ذلك انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ من لا يحلم مثلا بفوكس نيوز؟ من لا يحلم بسي ان ان؟ من لا يحلم مثلا بان يسيطر على نيوزويك ويسيطر على جولدن ماير بالسينما؟ من لا يحلم ان يسيطر على شركات نفطيه ماساتشوستس الى اخره، الكومباني الاويل كومباني، هؤلاء وكذلك في أسواق المال على المصارف الكبرى. إذن أنت أصبحت متنفس هنا العمل، أنت لديك الإنتاج المالي ولديك الإنتاج الاقتصادي ولديك الإنتاج المعلوماتي من خلال مجموعة الأعلام. من لا يحتاج إلى هذه الأمور؟ عندما تتحكم بهذه الأمور فبالتالي أنت تصبح ليس منافسا، تصبح أنت متنفذا وعلى الآخرين أن ينافسوك. ولكن نحن هذا داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا أيضا وفي فرنسا وكذلك في ألمانيا، لكن نحن ماذا يعنينا كعرب؟ نكون صريحين، من ماذا أكبر إنتاج يهودي فليكن إنتاج يهودي. المهم نحن يعنينا في لعبة الصراع هو هذا الدعم الكبير المطلق مثلا من اتجاه دولة الكيان الصهيوني بين قوسين إسرائيل. هذا الدعم المطلق الذي بدأه المليونير الفرنسي البارون إدموند روتشيلد عندما كان في سويسرا، بدأ ما قبل تأسيس الحركة الصهيونية، بدأ بعملية تمويل الاستيطان من كراكوفيا، من كراكوفا بالاتحاد، ما كانت الاتحاد السوفيتي، بروسيا القديمة أيضا اليوم أوكرانيا تسمى العاصمة، عندما بدأ يمول هذه العمليات وشراء الأراضي والمستوطنات. وبعده 1897 بدأ المؤتمر التأسيسي الأول للحركة الصهيونية مع تيودور هيرزل الذي عمل، كان الهدف بالدولة اليهودية ووسعها في النمساوي، وجمع هذا المؤتمر الصهاينة ووجوبها برفض المتدينين، يعني حتى رفض المتدينين مع الذين يقتنعون بأن إسرائيل لا تقوم إلا بعودة المسيح المنتظر بالنسبة لهم، أما الصهيونية فلا تؤمن بهذا الأمر، تؤمن بتحويل الديانة اليهودية إلى حالة قومية وبالتالي إيجاد دولة لهم متنفذة بهذا الإطار. وعمل ونجحت بعد 50 سنة، 1897 1947، من 50 سنة كان القرار جاهز والدولة بدأت ب 48. إذن هذا لا يقوم بشكل عادي، عرفتي؟ عانيت ما أقوله في هذا المجال وفي هذا الميدان، عانيت ما أقوله أن التنظيم اللوبي الصهيوني حتى في فرنسا أيضا
متحكم. يعني الصراع الرئيسي انتقل، متانة وقوة اللوبي اليهودي انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاحقا. البداية بدأت بأوروبا لأنهم هم أوروبي، هم عاشوا في أوروبا وانتقلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لأنها بدأت تأخذ نفوذ كبير في الاقتصاد والسياسة والتجارة الخارجية والداخلية إلى العالم، بهذا الإطار كانت بحسب حكيك دكتور لاحظنا أنه المال فضلا عن الإعلام كان أهم ركيزة لتوسع هذا اللوبي. كيف يعمل اللوبي الصهيوني؟ بأي أطر وطرق يعمل هذا اللوبي؟ آليات العمل. نعم. آليات العمل هو منظمة، عمل تنظيمي، ولديه تنظيمات نقابية واجتماعية أيضا بكله، وثقافية وتربوية وزراعية، و يعني لديه كل، يدخل في النقابات، يدخل في الأحزاب، ولديه أحزاب الخاصة فيه، ويتداخل لدى نفوذ لدى رجال المال سواء يهود أو غير يهود، ما عنده مشكلة. يعني يدخل شريكا في الاقتصاد، شريكا في المال، المؤسسات المصرفية ككل بشكل كبير، يعني في الأعلام مثلا إكسل شبرينجر من أهم، أكبر قوة، داير شبيغل أكبر قوة أعلامية في ألمانيا حتى الآن، ما قبل توحيد ألمانيا وما بعدها استمرت، ماكسويل في بريطانيا، موردوخ، أمبراطوريات صحافة كبرى، يعملون في بالتوازي مع كل هذه الأمور، إضافة إلى أنهم أيضا إلى أنهم بدأوا أخيرا يدخلون في مفاصل الدولة، في الوزارات تبعت الدولة، ويتنافسون هلا بمرحلة الثمانينات صار بقوة. أول كانوا مرفوضين حتى معنويا أن يكونوا رقم واحد بالمباشر، كانوا يرفضون أن يقولوا أنهم هم القوة الضاغطة وهم القوة كذا، وأن هذا أمر مبالغ. اليوم يعتزون بهذا الأمر، اليوم هناك اعتزاز بشكل كبير، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الفرنسي والبريطاني، يجب أن الوزراء البريطاني وألمانيا عليه أن يقدم بعض الولاء والطاعة المعنوية من خلال خطابات أمام منتدياتهم الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذا أمر يحصل، وكأنهم هم يعطون الضوء الأخضر بشكل واضح. هذا بعد الثمانينات، ما قبل كذا، وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي أكثر فأكثر، مع منطق العولمة، مع حتى القوة الضاغطة، اللوبي الضاغط اللي كان حول وحوالي بمنطق العولمة حول بوش كان بهذا الإطار. هذا البات روبرتسون وإلى آخره، ما يسمى بالثورة والتقدم، يعني كان يؤمن بالثورة والتقدم. أدواته الأساسية هي المال والنساء. النساء كل العالم تستخدم نساء، ده ماشي يعني ما حكي. الأداة الرئيسية هو الأفكار المنظمة، التنظيمات النقابية والتنظيمات والمؤسسات المالية والاقتصادية، وكذلك حاليا بلعبة ما يسمى يدخل بالمنظمات المدنية وبالمنظمات المدنية وبالصحف، وبالصحف مرئي مسموع مكتوب. نعم. مرئي مسموع مكتوب، صفحات إلكترونية، يعني يدخل بكل هذه الأمور. هل دخل العالم العربي في لعبة هذا اللوبي بدون ما يعرف أو ينتبه؟ 100% دخل في بعض الأقطار العربية، حتى منها الممانعة، مثلا إذا بتعطي ممانعة دون أن تفهم، ومنهم من رفضوا هذا الشيء، وخاصة لك مثلا اليوم المجموعات التي تطالب بالسلام وبالتطبيع وبالكذا هي مجموعات يتم تمويلها بشكل كبير من ألمانيا، وأيضا في بعض الأماكن من اسطنبول في تركيا، ومن عموم أوروبا، ومن الدنمارك، انتبهي، ومن الدنمارك، ومن هولندا أيضا، هولندا تمول، وبالفرنسي هذا يمولون الحركات التي تسمى منظمات المجتمع المدني الداعية إلى السلام والتطبيع بين البشر والتأخي بين البشر، دون أن تفهم تماما. أول سؤال أنت لا تسأل لماذا الاحتلال الإسرائيلي؟ نعم نحن سنعالج هذا الأمر، بيقول لك كذا، ولكن حق الشعوب، يعني مباشرة هن أول 50% يكرسون الحق الإسرائيلي في الوجود، وبعد ذلك ننتقل بيقول لك إلى الأمور الأخرى. عندما ترفض هذا الشيء بيقول لك لا أنت دكتاتوري وأنت غير.
تواصل اللوبي الصهيوني العالمي مع الدول العربية الممانعة هل يكون عبر دولة ثالثة كما سبق؟ عبر منظمات وعبر ضغوطات وما في تواصل، ما في تواصل بالمباشر يعني معلش حتى أنظمة يعني أو قرارات أو ضخ من خلال بعض المنظمات الاجتماعية والثقافية والتربوية مئة في المئة ممكن ما هو منك عارف منك راغب أنك تعرف ليش وين هو بيكون منو راغب يعرف لأنه ليش عنده قدرة على أنه يعرف أمور دقيقة أكثر من ذلك بكثير يعني أما هذه نوع من بيع للسفارات وبيع أنه في زمن العولمة والزمن الثقافي والتطور بعيد عن التحصين يعني تضعف مستوى تجاريا أيضا بهذا تجاريا صرت مجموعة من الفضائح الكبرى بين عدد من الأمراء الخليجيين واضحين وبعض رجال الأعمال الكبار في صفقات مشبوهة جدا خاصة في ميدان الأسلحة وميدان النفط وميدان معروفة في لبنان هل من الممكن أنت طبعا من الممكن وعلى الدولة اللبنانية أن تتحصن بشكل كبير لأنه إحنا ساحة مفتوحة وعلى مجرى الصراع هل ترى هذه الأشياء مثلا بشركات معينة بأفكار معينة أنت روحي دوري عليها بتشوفيها والدولة فيها تعرفها نقدر نحكي عن الموضوع لا مش ما قصة ما بتقدر تحكي عنها الموضوع لشان يدوروا ويبحثوا ويشوفوا في قوانين رادعة يطبقوا القوانين يطبقوا القوانين ويشوفوا انه عندما تتطبق القوانين ويكونوا راعيين حقيقيين يعني للامر والسفارات نحن نخشى من السفارات الاجنبيه ومن النفوذ للسفارات الاجنبيه بشكل كبير خاصه في المستوى الثقافي ومن لعبه التطبيع الثقافي وبين الشباب وما يسمى حوض البحر المتوسط والتجمع ماذا تعني اجتماعات لحوض البحر المتوسط بالثقافه وبالسياسه وبالاجتماع ماذا تعني اذا هذا تطبيع ام لا تطبيع الا توجد فلسطين المحتله في حوض البحر المتوسط اليوم موجود فيها الكيان الصهيوني اذا ماذا تعني هذه وهذه قديمه محاولات قديمه جدا يعني ودائما بفوتوك بفوتوك بهذا الاطار عرفتي كيف دائما بفوتوك بهذا الاطار اذا اردنا ان نتحدث باختصار ماذا تقول عن اللوبي الصهيوني او تحذر الناس انا اقول تواضعا لا أريد أن أبحث في هذا الأمر إلا من الإطار العلمي ندرس هذا الإطار علميا نفتح مفاتيح ميكانيزمات عمل اليهودي والصهيوني ونحددها في الاقتصاد في السياسة في الاجتماع في التربية في التعليم في كل الميادين وعندما وفي الصحافة وعندما نكتشف هذه المفاتيح نحددها بمفاتيح بإمكاننا أن نضع مفاتيح أخرى لمصالح أمتنا من خلال عندما نضع لا يمكن أن أقول أنا أنه هو قوة قاهرة لا يمكن أن تقهر على الأطلاق إلى آخر مو صحيح يعني أنا بقول لك بكل صراحة إذا كان على الأرض ميدانيا وعسكريا المقاومة قهرت الكيان الصهيوني في لبنان فبالتالي العمل الدبلوماسي والعمل السياسي صح بده ذكاء بده دبلوماسية بده علم بده فهم ما عنده قدرات مثلا وان كان مدعوم دوليا هو مدعوم من غير اليهود يعني بصراحه ما عنده احنا بامكاننا ان نتحصن بايماننا بحقنا بحق امتنا في الوجود وبحق هذه الامه بان تكون ان تعيش حره تحت الشمس ومتحرره من كل قيودها وخاصه من ربقات الاحتلالات بامكاننا ان نعرف كيف نعمل مفاتيح مضاده مفتاح مضاد يعني لكل اعلاميا كيف بيقدر يتحصن اعلاميا احسنتي اعلاميا يا ستنا مزيد من المساحات التحريريه باللغات الاجنبيه مزيد من المساحات التحريريه باللغات الاجنبيه ومع من مع اصدقاء اجانب في الخارج عرفتي كيف مع اصدقاء اجانب لا ومزيد من المساحات التحريريه يعني بالمرئي والمسموع والمكتوب وأيضا بالثقافة يعني هو يدخل في هذا الإطار إنتاج تلفزيوني أفضل مدبلج عالمي ومزيد من توزيعه يعني وهم ينتظرون هذا جزء من العمل يعني منتديات إعلامية حركة دؤوبة تخصيص جزء من المال العربي للإعلام
هذا مثلا يعتبر كانه عم بيخصص ما بدك تحارب بالسلاح، حارب بالاعلام. تقنيا كيف بيصير؟ تقنيا كيف بيصير؟ انه هن مثلا على سبيل المثال ضمن الصحافات الوطنيه الفرنسيه بيكون بمفاصلها الرئيسيه صحفي مرموق لامع جدا جدا بيتعبوا على انه بيحطوه بالليموند، صحفي اخر مرموق يعني هو بيكون صهيوني بيكون دارسينا وذكي مع انه منفج ليس فج الطباع ولكن لا يهادن على مصلحه اسرائيل والوجود الاسرائيلي، يعمل كل شيء للحفاظ على الوجود الاسرائيلي بطريقه ناعمه ومميزه. وبالتلفزيونات ايضا المراسلين الكبار اللي بيجوا على الارض بده يكون هن مقدمين ايضا، يعني اللي بيجوا ميدانيين على الارض بيكونوا الكبار والكبار المحللين إلى آخره، مجموعة بده ينزرع وينخلق مجموعة من هؤلاء الكتاب الكبار في هذه الصحف العالمية أو التلفزيونات كما فعلت اللوبيسوين. ما أنا قلت لك تعالي نبحث عن المفاتيح أين يتواجدون وبالإمكان خلق مفاتيح أخرى مضادة، يعني مفاتيح مفتاح مضاد مفتاح مضاد هكذا تكون عندما نتعرف إلى الميكانيزم السوسيولوجي للعمل سيكولوجي للعمل بالإمكان بالتالي أن نتوصل إلى آليات حديثة مشابهة، لأنه لكل شيء آفة من جنسه حتى الحديد وسطى عليه المبرد. دكتور إياد عبيد شكرا. مع هذه المقابلة نصل إلى ختام حلقتنا الاستثنائية الأخيرة من أعرف عدوك، طبعا كونوا معنا مع أخبار جديدة من الصحف الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي الأسبوع المقبل نهار الأحد عند الساعة 12:00. إلى اللقاء.